ياغورت مدبب ياغورت بالكراميل. عندنا هذا غير هذه المقادير غيخرجوا معايا الكيسان كبار، اما لكان تبارك الله الدراري يدوبلوا المقادير. عندنا سيترو ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال النشا، وكاس ديال السنيده في كاسرونه. غادي نديروا داك السيترو ديال الحليب، نضيفوا لهذوك جوج معالق ديال النشا، نطربوهم مزيان ونحطهم فوق البوطه. مع الحليب في نفس الوقت في الجهه الاخرى غنديروا كاسرونه ونديروا فيها كاس ديال السنيده ونخليهم يقصوا عليه البوطه حتى يولي لنا كراميل. هذاك الحليب مع النشا تيختار وحنا تنطربوا، والسنيده تذوب وتولي لنا كراميل. غادي نهزوا داك الكراميل من يختار لينا داك الحليب، غنبداو نخويو بشويه بشويه وحنا تنحركوا. حتى تنكملوا داك الكراميل كامل تنحركوا، راه ديك الساعه غير الريحه تتشهي. تنخويو في الكيسان تندخلوهم يبردوا. الا بغينا نزيدوا ندلعوا بعد هاد الياغورت غادي نوجد، نكونوا وجدنا الكريمه مطلعينها وغادي نزينوا بها من الفوق ونرشوا باللوز محمر ولا اللوز ايفيلي ولا شويه ديال القرقع مهرمش ولا الشوكولاط فيغميسيل. اييه، وكيف قلتي لنا هو انه هاد كيخرج كميه قليله، ولا بغينا راه ممكن نمشيو في اطر الحليب في اطرونس ديال الحليب ونضاعفوا هاد المقادير كلها اللي عطيتينا باش يخرجوا لنا اطر ديال الحليب كيخرج واخا. الله يعطيك الصحه ليلى، تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف، نهاركم مبروك، الله يبارك فيك، صباحك مبروك، تحيتنا لك ليلى ام ياسين.